صالون، ثلاثة ديال الغرف، كوزينه كبيره وحمام، في شقة غزاله دازير كلام، فينيسيون ديال لي مويان ستوندين، وبثمن همزه بطاطا. اش من بطاطا؟ راه البطاطا ولات دايره 10 دراهم دابا. لا لا لا، الثمن ديال هاد الشقه هادي الصراحه ما عرفتش واش غنبقاو نقدروا نجيبوه لكم. المهم الثمن ديال هاد الشقه هادي هو 38 مليون وقابله للنقاش، يعني الثمن ديال البيع اكيد ان شاء الله غيكون قل من 38 مليون. فهذه فرصه ما خصكمش تزقلوها، وكننصحكم بشده بها. وقبل ما نشوفوا الشقه ديالنا ونعرفوا باقي التفاصيل، الا ما كنتيش مشترك في القناه اشترك ودير سبسكرايب وفعل جرس التنبيهات باش ديما توصل بالجديد. نفكرك باللي القناه كنحطوا فيها كذلك واحد الفيديوهات مهمه جدا اللي فيها معلومات قانونيه مرتبطه بالعقار واللي تقدر تفيدك بزاف بزاف. فديما ما تتبخرش علينا بالمتابعه ديالك وبالتشجيع، وان شاء الله نديروا مجهودات اكثر واكثر باش ان شاء الله القناه هذه ترتقي اكثر واكثر ان شاء الله. مشينا نشوفوا العرض ديال اليوم على بركه الله. السلام عليكم، كنتواجدوا في حي الشهديه، الحي اللي قريب للمنصور وقريب للكاميليه. الشقه اللي غنشوفوا ان شاء الله كتواجد في عماره اير بلس 4، مساحتها تقريبيه 80 متر كاري. العماره كتوفر على اسانسور، ونذكر بلي جميع الطوابق راها متوفره، فاللي بغى يختار الطابق الاول راها هي الوجيبه. اعجل، راه قال لك خير البر عاجله. مع الدخله ديالنا كنلقاو صالون، صالون بمساحه كبيره تبارك الله، فينيسيون ديزاير كلام، بلافون ديال الكبس، زواقه مغربيه، صباغه ديال بلاتينيه ديال اوداسيا. وكاين عندنا في هاد الفصاد هادي اللي شفنا من قبل، هي فصاد كاين عندنا واحد لي في ديال البانتور ديكوراتيف نيليس. وعندنا الغرف ديالنا بطبيعه الحال، ثلاثه ديال الغرف. هاد الشقه هادي كتوفر على ثلاثه ديال الغرف. الغرفه الاولى ديال لي بارون هي هادي، غرفه تبارك الله مربعه، بلافون مودرن، لي سبوتو نيليت في السقف، والبلاكار ديال الملابس تبارك الله مقسم ومغلف من الداخل. نافذة ديال التهوية، غرفة تبارك الله بمساحة كافية مربعة ما فيها حتى مشكل. لومبلاسمون ديال لاتيري عندك، عندك الريدوياج ديال الالومنيوم الالكتريك، وانتوما كتشوفوا الكاليتي ديال الام دي اف ديال البلاكار اللي حتى هي من النوع الجيد. عندنا الغرفة الثانية، الغرفة الثانية كذلك المساحة ديالها مساحة كبيرة مقبولة، بلافون عندنا في الكابس كما العادة، وعندنا الصباغة ديال أوداسيا، الصباغة اللي إيكولوجية والصباغة اللي طبيعية. الزليج اللي كاين في الأرض زليج من نوع جيد، الزواقة ديال البيبان يعني كاينه خدمه، كاينه خدمه، كاين دي ديتاي، كاين دي شوز اللي داخلين في الفينيسيون ديال لي مويان ستوندين. عندنا الغرفه الثالثه كذلك هي هذه، غرفه فيها نافذه كتطل على الواجهه اللي كتشوف الشارع ديال الزنقه. الشارع ديال المساحه ديالو هي 12 متر، يعني كبير، شارع كبير. بلاصمو عندك ديال لاتيلي في هذه الغرفه هذه كذلك، كاع الغرف فيهم لومبلاسمون ديال لاتيني ودايزا لانستالاسيون ديال كلشي. هذا الانترفون، وعندنا هذه الكوزينه ديالنا تبارك الله. اهم حاجه في الدار هي الكوزينه، كوزينه بشهوه منها، في الفايونس طالع حتى للسقف، لي بلاكار الفوق والتحت، والمساحه كافيه. هذا اهم حاجه خاص يراعيها بنادم في الكوزينه هي المساحه، مساحة كبيرة تبارك الله. عندك لون بلاسمون ديال لابلاك، عندك لون بلاسمون ديال لاهوت، عندك لون بلاسمون ديال الثلاجة، عندك لون بلاسمون ديال لاماشينا لافي هنايا، وعندك حتى برا إلا بغيتي تحطها برا في البالكون، حيت عندك أن بالكون هنايا اللي هو هذا، ها انت الماشينا لافي، وعندك حتى هنا شوفو ديال سوا درتي ديال الدوش و درتي ديال الماء، راه عندك لون بلاسمون ديالو تمايا. وكوزينة تبارك الله ما شاء الله كبيرة بمساحة كافية جدا. نبغي نذكر ونشير بان هذا العرض هذا ديال هاد الشقق هادو كما قلت بلي متوفره جميع ديال جميع الطوابق متوفره فيهم، فالناس اللي مهتمه بهذا العرض هذا راه عليها تعجل. ونذكر كذلك بلي على الناس اللي كيسولوا على الدعم وداك الشيء، بلي راه هاد الشقق راه داخلين في الدعم، يعني الرخصه ديال السكن ديالهم راه رخصه جديده.
اذا نخلي لكم نمره التليفون ديالي للناس اللي بغيت تحجزوا عيد الزياره، معليا اتصل بيا وان شاء الله كما قلت راه يكون خير ان شاء الله. ونصيحه اخرى، عجلوا عجلوا عجلوا، لان هذه همزه ديال بصح. يلا خليتكم على خير، نشوفكم في عرض قادم ان شاء الله. بسلامه.